هذا الخطأ الرهيب في النظام التعليمي الحقيقة بيؤكد كمان انه الحقيقة انه نظام كلية الطب نظام سليم، ان هو بيقول مين اللي يستحق ان هو يكمل ومين ما يستحقش ان هو يكمل. ما فيش حد عندنا هيطلع طبيب الا لما لازم تكتمل في كل المعايير والمواصفات للدنيا للخريج، خريج كطبيب طبعا. دول لو عادوا لو عادوا السنه يا دكتور، الجامعات المصريه كلها بخير طبعا، وكليات الطب كلها بخير، ونفر لن يسمح لطالب ان هو يبقى ويجتاز ويصبح طبيب بدون حصوله على المواصفات الماركس المعينه اللي تقول انه يصبح لان ده طبيب، ده هيتعامل معايا كبشر، ده طبيب. نعم نعم، ارواح ناس، ارواح ناس. دكتور، هؤلاء الراسبين بيبقى ايه، بيعيدوا السنه؟ هم هيدخلوا طبعا دور تاني، ويعني هيبقوا شوف ايه الامور منهم ان شاء الله. يعني يعني احنا هيقعد معاهم الارشاد الاكاديمي في المرحله القادمه، دول عندنا في الكليه، بحيث ان يوضح لهم الصوره. يعني اللي هيلاقي في نفسه المقدره انه يقدر يكمل معانا هيخش الدور الثاني، واحنا يعني يروحوا بقى اي حته ثانيه. امتحانات واحده، اللي مش هيقدر في نفسه المقدره ينسحب سريعا، يعني بحيث انه يشوف مكان هو فيه يقدر يكمل ويساير. يعني شكرا دكتور علي عبد الرحمن جويل، عميد طب جامعة جنوب الوادي بقنا.